ناخذ سؤال اخر مشاهدينا الكرام من على خدمه الواتساب نتابع. لي اخت تعدت الستين لها حساب على الفيسبوك ولها اصدقاء من كافه البلدان العربيه من رجال ونساء. عندما يزور مصر اي من هؤلاء الاصدقاء سواء الرجال ام النساء تذهب لمقابلتهم هي وصديقه لها بدعوه الترحيب بهم واظهار كرم ضيافه المصريين. عندما اخبرتها انه شرعا لا يصح لها مقابله الرجال تثور وتقول انها لا تفعل شيء خطا يا ريت الراي الشرعي الصائب في هذا الموضوع لا الامر يعتمد على ماذا تفعل بتقول هي وصديقه ليها يعني معناها آه. ما فيش خلوه هل تذهب آه اذا كان الامر في اطار امر مباح فيعتمد على على هذا المباح بضوابط أي؟ انما ما تبقاش الواحده قاعده كل وظيفتها كل يوم تتعرف على هذا وذاك بلا داعي يعني بلا ضروره فما اقدرش احكم على الحاله بالشكل اللي قالته الاخت دي انما الامر يرتبط باطار أي؟ التواصل او اللقاء اذا كان في لقاء ويعتمد على شيء في اطاره الصحيح وفي ضوابطه الصحيحه فما اقدرش حد يمنعه أوه. اذا تطرق الى اي شيء في احتماليه الخطا او الشبهه او الاثاره او عدم الاباحه يحرم في هذه الحاله تمام جزاكم الله خيرا